ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور عماد. يعني مع حديث أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن أن اليوم الأول من المفاوضات كان بناء، إلى أي مدى تعول على مخرجات هذه الجولة من المفاوضات؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. نعم، هناك بارقة أمل ضعيفة، لكن في النهاية بدأنا نشهد من خلال ما يتم تناقله من وسائل الإعلام ومن خلال رؤيتنا للإدارة الأمريكية إنها على الأقل في هذه الفترة معنية بحالة من الهدوء والتهدئة وإبرام صفقة تبادل الأسرى، لأنه هذه الأشهر الثلاثة وهي ما تسبق تقريبا الانتخابات الأمريكية مع بداية نوفمبر، الإدارة الأمريكية معنية على الأقل بإيجاد الحد الأدنى من التوافق ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل وتمرير هذه الصفقة. الكرة الآن ستكون في الملعب الإسرائيلي، لأنه أبدت حركات المقاومة منذ فترات رضاها وقبولها ومرونتها في تقبل الأفكار، حتى على رأسها كانت خطة بايدن. لذلك على الوسطاء الآن وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بذل مزيد من الجهود من أجل إقناع إسرائيل بضرورة إنجاز وإبرام هذه الصفقة وخلق حالة من الهدوء والتهدئة في الأسابيع القادمة. نعم دكتور عماد، كما تعلم هناك عدد من النقاط الخلافية المحتملة في هذه الجولة من المفاوضات، منها السيطرة على محور فيلادلفيا وأيضا عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع. إلى أي مدى ترى القدرة على تخطي أو معالجة هذه النقاط وإحراز تقدم في هذه الجولة؟ هذه ليست صعبة، هي عبارة عن شروط مستحدثة استحدثها نتنياهو من أجل عرقلة أي جهود لإنجاح جميع الوساطات المصرية والقطرية بهذا الاتجاه. قضية أنه عودة المواطنين العاديين إلى أماكن سكنهم هذه ليست عملية معقدة وليست بحاجة إلى تعقيدات. نتنياهو الذي يحاول أن يعقد هذه العملية، لكن يستطيع الوسطاء أن يخلقوا آلية معينة من خلالها يتم عودة الناس العاديين إلى أماكن سكنهم، وبالتالي العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. معبر رفح هناك اتفاقيات وهناك معاهدات وهناك دول تحترم هذه الاتفاقيات وعلى رأسها مصر، لذلك ليس صعبا الآن أن نوجد آلية معينة من أجل ضمان عودة الحياة الطبيعية إلى معبر رفح بأي جهود ووساطة ممكن أن تندرج في هذا الاتجاه. لكن على إسرائيل أن تتخلى عن فكرة الدعاية الانتخابية التي تمارسها على معبر رفح. معبر رفح لا علاقة لإسرائيل به منذ عام 2005، وبالتالي عليها أن تعود إلى الأوضاع التي كانت عليها اتفاقيات 2005، وتعود العلاقة ما بين قطاع غزة ومصر هي علاقة فلسطينية مصرية ولا علاقة لإسرائيل بهذا الموضوع. الآليات، نعم نستطيع أن نوجد آليات سواء كانت عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، كل هذه الصياغ يعني ليست عملية صعبة، لكن على إسرائيل أولا أن تخرج من فكرها عملية السيطرة على قطاع غزة وعملية السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وبعد ذلك تصبح الأمور في المتناول، وبالتالي الآليات يعني لا يعدمها الوسطاء، وهناك آليات كثيرة لخلق هذا الموضوع، لكن على نتنياهو وهذا اليمين الحاكم أن يخرج من الأفكار الأيديولوجية التي تحكمهم. نعم دكتور عماد، في إطار حديثنا عن الأمور التي يمكن أن تعطل أو تعرقل سير هذه المفاوضات، إلى أي مدى يمكن للتصعيد المحتمل في المنطقة أن يؤدي إلى عرقلة أو تعطيل هذه المفاوضات؟ يعني أنا أستبعد التصعيد حقيقي وقوي في المنطقة. نعم هناك تسخين للجبهات قام بها نتنياهو فور عودته من واشنطن، وقام بسلسلة اغتيالات في بيروت وفي طهران، لكن كان واضحا ولحد هذا الوقت أنه إيران ليست متسرعة في موضوع الرد، وكذلك حزب الله. هناك ردود وهناك مواجهات لكنها في إطار المحدود والسيطرة عليها، وليست في إطار انفلات المنطقة التي نتنياهو وأحيانا حكومته يميلون إلى انفلات هذه الجبهات، لكن واضح أنه إيران وحلفائها ليسوا معنيين على الأقل في هذا التوقيت، وهم يعرفون تماما هذه الأشهر الثلاثة ما قبل الانتخابات
نتنياهو وترامب والحزب الجمهوري معنيون الآن بإشعال هذه المنطقة ليسهل على ترامب الآن في مناظراته القادمة وفترة دعايته الانتخابية توجيه الاتهام لبايدن وإدارته بالضعف وعدم القدرة على السيطرة على الأمور واشتعال الشرق الأوسط في عهده. لذلك بايدن يبذل جهودا كبيرة في موضوع المفاوضات التي تجري في الدوحة، وكذلك جهودا كبرى الآن لتهدئة الرد الإيراني، حتى لو كان هناك ردا إيرانيا لن يكون منفلتا ولن يجر المنطقة إلى حرب شاملة كما يرغب جزء من الائتلاف الحاكم في إسرائيل وجزء من الإدارة الأمريكية. لذلك الأمور أنا أراها أنها ليست في طريقها إلى الاشتعال، ونحن لسنا في طريقنا إلى حرب شاملة وإنما إلى تصعيد وتسخين في هذه الجبهات. لذلك تأتي هذه المبادرات الآن والحراك الدبلوماسي الأمريكي للملمة الأمور ومحاولة السيطرة على الأوضاع ولا تنفلت أبدا. دكتور عماد، تحدثت عن أن الرئيس جو بايدن سيضغط ويضغط بالفعل على إسرائيل لتمرير هذه الصفقة، وهنا أتحدث معك حول إلى أي حد ستصل هذه الضغوط الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل وعدم قيام إسرائيل بتعطيل هذه الجولة والذهاب إلى صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعم سيبذل الجهود، لكن الشيء الخطير في الموضوع أنه نتنياهو عندما قام في التصعيد منذ أسابيع في المنطقة يعرف بأن الإدارة الأمريكية أولا الحالية لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل ضغطا حقيقيا، لأنه ذلك سيفقدهم الدعم اليهودي الأمريكي في داخل أمريكا، وكذلك الإعلام سيشن حملة على بايدن إذا مارس ضغطا على إسرائيل. وفي نفس الوقت إذا بقي بايدن مكتفيا صامتا ناظرا إلى ما تقوم به إسرائيل من جرائم واغتيالات، هذا سيفقده شريحة من الناخبين الأمريكان، وفي نفس الوقت سيضعه في خانة الاتهام من الحزب الجمهوري ومن ترامب تحديدا أنه ضعيف ولا يستطيع إنهاء الأزمات التي اشتعلت في المنطقة. لذلك بايدن عمليا أمام خياران هم أحلاهما مر، إما أن يضغط على إسرائيل وبالتالي سيخسر جزء من ناخبيه، وإما سيقف صامتا وسيخسر جزء. لكن أرى أنا أنه عمليا خلال 3 أشهر من الممكن أن يمارس بايدن ضغطا، لكن ليس بشكل علني وليس بشكل قوي، لكن هناك ضغوط حقيقية ستمارس على نتنياهو من أجل على الأقل إقناعه بحد أدنى من الصفقة لا يعتبرها نتنياهو خطيرة عليه ولا على حكومته، ويستطيع تمريرها سواء كان من قبله شخصيا أو من قبل وزراء أكثر تطرفا منه بن غفير وسموتريتش، لا سيما أن بن غفير هو وزير الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات. لذلك تمرير الصفقة وعدد السجناء أو الأسرى الفلسطينيين وطبيعة محكومياتهم وأعمالهم التي قاموا بها ستكون محور نقاش مهم في هذا الموضوع. لكن إذا كانت الجهود حقيقية الأمريكية نعم نستطيع أن ننجز الصفقة خلال هذه الأيام. نعم، على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا على ما أضفت إلينا من تحليل. كنت معي من الخليل الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية.